للمزيد واكثر ينضم الينا هاتفيا المهندس علاء لطفي، نائب رئيس جهاز المنصوره الجديده. باشمهندس علاء، برحب بيك في برنامج خبر اليوم ومبروك على هذا النجاح المشرف حقيقه. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين، الله يبارك في حضرتك. في البدايه، ماذا تعني المدن المستدامه وما هو مصطلح مدن الجيل الرابع؟ هو المدن المستدامه او مدن الجيل الرابع هي طبعا خطه وزاره الاسكان بدات في تنفيذها بدايه من 2018 بغرض طبعا تخفيف التكدس العمراني واستيعاب الزياده السكانيه وطبعا خلق فرص استثماريه. في الحقيقه اللي بيميز المدن دي عن باقي المدن ان هي طبعا بتستخدم احدث التكنولوجيا الحديثه في 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 مراقبه ومتابعه مشاريع البنيه التحتيه اللي موجوده في المدينه بالكامل. طب ما هي اهميه مشروع المنصوره الجديده بشكل عام؟ هو طبعا مشروع مدينه المنصوره الجديده زيه زي اي مدينه من المدن اللي وزاره الاسكان بتبدا او شغاله على تنفيذها في الفتره دي، بغرض طبعا زي ما قلت لحضرتك استيعاب الكثافه السكانيه وفي نفس الوقت خلق فرص استثماريه وفرص عمل للشباب، بحيث يبقى متاح ليهم متاح طبعا فرص عمل لكل الفئات، بخلاف طبعا توفير وحدات سكنيه تتناسب مع جميع فئات المجتمع. يعني باشمهندس، الدوله المصريه وفي ظل الجمهوريه الجديده اكيد بتزيد من حجم المشروعات والاستثمارات، ممكن تطلعنا على اهمها من وجهه نظرك؟ يعني احنا طبعا لو هتكلم على المشروعات السكنيه اللي موجوده في مدينه المنصوره الجديده، احنا عندنا طبعا مشروعات بتتناسب مع جميع فئات المجتمع، بدءا طبعا من مشروع الاسكان الاجتماعي ذو الطابع الساحلي. احنا عندنا 58 عماره باجمال عدد 1392 وحده سكنيه. المشروع الثاني او المشروع السكني الثاني اللي هو الاسكان المتوسط، وده عندنا مشروع سكن مصر باجمال عدد 196 عماره باجمال عدد 4704 وحده. المشروع السكن الثالث اللي هو الاسكان الفاخر اللي هو جنه مصر، وده في 468 عماره باجمال عدد 11232 وحده سكنيه. واخيرا طبعا الاسكان المتميز اللي هو الفيلات، وده موجود عندنا 1149 فيلا باجمال عدد 2103 وحده. طبعا نموذج الفيلات ده بيغطي جميع النماذج سواء بقى فيلات مودرن او كلاسيك، وفي نفس الوقت بيغطي جميع المساحات سواء بقى فيلات ستاند الون او سنجل او فيلات توين وتاون. كلهم بيطلوا على ساحل البحر المتوسط صح؟ يا فندم، احنا طبعا مدينه المنصوره الجديده احدى مدن الجيل الرابع. المدينه طبعا بتتميز ان هي بتطل على ساحل البحر الابيض المتوسط بطول 15 كيلومتر المرحله الاولى منها. المساحه الاجمالي للمدينه طبعا 7211 فدان، المرحله الاولى منها 2063 فدان. تقريبا الكورنيش اللي بيخص المرحله الاولى بطول 4 كيلو و200 متر. طبعا مع وجود جامعه المنصوره الجديده وعدد من الجامعات واكبر المستشفيات وكل ده جاهز طبعا. في طبعا عندنا جامعه المنصوره الجديده، وكان في تحدي ان احنا خلال سنه الحمد لله قدرنا نوفر مبنى، والمبنى ده قدر ان هو يستوعب مجموعه من الكليات، والحمد لله بعد سنه ثانيه قدرنا نوفر مبنيين كمان، وان شاء الله باقي المباني باذن الله هيتم تسليمها خلال المعدلات الزمنيه المحدده باذن الله. طبعا الجامعه دي مبنيه على مساحه 127 فدان، بتضم طبعا 8 كليات مختلفه بقى، سواء كليه القانون الدولي، كليه هندسه، كليه هندسه منسوجات، حسابات ومعلومات، وبتضم الاداره، وبتضم كليه طب بشري وكليه طب اسنان. اعتقد ان مدينه ذكيه كلها، يعني حتى كمان متغيرات المناخ ان شاء الله ما تاثرش، وكل ده بنشوفه من احداثات جديده في الجمهوريه الجديده، تتفق معايا؟ اكيد طبعا. يعني انا بس يمكن عاوز اسرد لحضرتك كده بعض النماذج الذكيه اللي موجوده في مدينه المنصوره الجديده. احنا ان شاء الله قدرنا ان احنا ننفذ مشاريع بنيه تحتيه، كابلات فايبر بتوصل لغايه كل الوحدات السكنيه لكل عددات المياه وعددات الكهرباء وعددات الغاز. دلوقتي كل العددات دي مربوطه على مبنى السنترال الخاص بالمدينه، واللي اقدر من خلاله انقلها على مبنى السي او سي او مبنى التحكم، واللي اقدر من خلاله اشوف او اتابع القرايات بتاعه العددات ديت وانقلها للجهه المنوط بها المحاسبه على العددات ديت. من ضمن النماذج الذكيه اللي موجوده في المدينه برضو العمود السمارت. عمود السمارت ده موجود كل 120 متر في عمود، العمود ده موجود عليه كاميرا مراقبه بتغطي كل الطرق، بخلاف كمان ان في موجود عليه لوحه اعلانيه بيتم التحكم فيها من خلال مبنى السي او سي او في المحتوى الاعلاني بتاعها من خلال مبنى السي او سي. موجود اكسس بوينت، موجود طبعا، وبخلاف طبعا الحاجه الاساسيه اللي العمود مسؤول عنها اللي هو الاناره. واخيرا طبعا التحكم في غرف المحابس والصرف والري،
عن طريق طبعا ان انا اقدر اتابع وراقب الفلو اللي هو السريان والضغط، ومن خلاله اقدر اعرف لو في اي تسريب في اي مكان، واعزله واقفل المحابس ديت سواء قبله وبعده ان شاء الله. أكيد شيء عظيم، معلومات مهمة جدا. بنشكر المهندس علاء لطفي نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة.